بغداد، هذه المدينة التي نحت اسمها في عقل وقلب كل من عرفها من قريب أو بعيد، مدينة تزاحمت بين حروفها حضارات ودول ورجال وفكر، وكانت لهم بها دائما حواضر للعلم والمعرفة. هنا بظلال باب بغداد العتيقة المعظم شمخت واحدة من حواضر علمها المميزة والمعاصرة، إنها الكلية التقنية الإدارية. واحدة من منارات الجامعة التقنية الوسطى المضيئة المتألقة في بغداد، تأسست في عام 1999 لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجيا الحديثة في العلوم التطبيقية والعمل على استيعاب التطورات الحصيلة في بيئة الأعمال وحقولها الإدارية والتنظيمية كافة، الإنتاجية منها والمالية والمصرفية والمعلوماتية. منذ البدء أريد لهذه الكلية أن تكون قائدة ومبتكرة وتقنية في تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة عبر 4 سنين من الدراسات الأولية. يتلقى الطالب خلالها بالإضافة للجوانب النظرية تطبيقات عملية في التخصص الذي يدرسه. هذه الكلية تضم بين حناياها 5 أقسام، وهي 5 تعمل على تقديم منهاج عالي الجودة يجعل من المستهدف من عملية التعليم أكثر كفاءة وتميزا خلال تطوير المقدرات التقنية ومهارات التفكير الحرج وزرع قيم العمل بهم مبكرا في بيئة متغيرة باستمرار وشديدة المنافسة ودائمة التطور. قسم تقنيات إدارة الأعمال. يعد دارس في هذا القسم ليكون ذا قدرة على التخطيط ومتابعة الأنشطة الإدارية وما يتصل بها، وكذلك إدارة الموارد البشرية ومعرفة أساليب التسويق والشراء والتجهيز وإنجاحها وعمل دراسات الجدوى وإدارة وتقييم المشروعات وفق أفضل المعايير الاقتصادية والمالية. بالاستراتيجي
قسم التقنيات المالية والمحاسبية. هذا القسم يؤهل الدارس فيه ليكون قادرا على القيام بجميع الأعمال المحاسبية ولمختلف المؤسسات عبر تنظيم الحسابات وإعداد الكشوفات المالية وأعمال التدقيق والرقابة والفحص عبر استخدام التطبيقات الجاهزة في العلوم المالية والمحاسبية المختلفة، وكذلك بناء القدرات للقيام بأعمال التحليل المالي وإدارة المحفظة المالية وما يرتبط بها بسوق المال من مصارف وبنوك وشركات تأمين وأسواق العملة والبورصات وغيرها. قسم التقنيات المعلوماتية الإدارية. قسم يؤهل الدارسين فيه لبرمجة وتصميم النظم المعلوماتية ومكننتها واستخدام التطبيقات المختلفة في إدارة العمليات المختلفة، كذلك تصميم مواقع وإدارتها داخل شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. قسم تقنيات إدارة الجودة الشاملة. هذا القسم يؤهل الدارس فيه ليتخرج كتقني في وحدات السيطرة النوعية ووحدات ضبط الجودة ووحدات البحث والتطوير، لتكون له القدرة على تدريب الملاكات في المنظمات والمؤسسات الصناعية والخدمية المختلفة، كذلك العمل في وحدات السلامة البيئية وإدارة نظم الإدارة البيئية وفق المعايير الدولية. قسم تقنيات المصارف والتمويل. هذا القسم يعد الدارس فيه للقيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والقيام بأعمال التحليل المالي وإدارة المحفظة، وكذلك القيام بأعمال التدقيق والرقابة وفحص العمليات المالية والأعمال المرتبطة بالمصارف المختلفة والبنوك وأسواق المال، وله القدرة على التخطيط والتحليل المالي
لكل ما تقدم والمقدرة على استخدام تطبيقاتها التقنية الجاهزة. بالإضافة للأقسام الخمسة، تنفذ الكلية منذ العام 2004 خطة طموحة في مجال الدراسات العليا ولأقسامها المتخصصة، إذ تمنح طلبتها الذين ينهون البرنامج شهادة ماجستير تقني في مجال تخصصه. أما عن علاقة هذه الكلية بالمجتمع، فجرى العمل فيها على تأسيس مكتب الخدمات العلمية والاستشارية بهدف تقديم الاستشارة والخدمات والخبرات العلمية إلى المؤسسات الدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. كذلك تم استحداث وحدة بحوث الجودة، وهي وحدة تسعى لنشر ثقافة الجودة في المجتمع وإعداد البحوث التطبيقية في هذا المجال وإقامة الدورات والحلقات الدراسية وتقديم الاستشارات للتأهيل بهدف الحصول على شهادات الجودة. هذه الكلية التي يمثل بها الأستاذ الجامعي قيمة عليا وثروة وطنية تسعى لخلق بيئة تعليمية مستقرة ومشجعة لطالب يمثل بها محور العملية التعليمية، يؤمن عبر سنين دراسته فيها على أن تطور حالة حتمية عبر تحفيزها على الإبداع والابتكار والتفكير الخلاق المنسجم مع روح الفريق الواحد والعمل الجماعي، ودائما من خلال الالتزام بالجودة والبحث العلمي المستمر لخدمة المجتمع. مجتمع ينتظر منها الكثير ويريدها بسجل مجد سنينه الطويلة.